رسول الله جاءك بإذ الكريم تعالى باسم منتقم فإن من جودك دنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لا تقنطي من زلات عمومات إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربنا يقسمها تأتي على حساب عصيان في القسم يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حساب غير منهرم يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الطف بعبدك في دارين ان له صبرا متى تدعوه الاهوال يا الهزيم وذلس بصلاه منك دائمه على النبي بمنحل ومنسجم فرنحت عذبات البني ريح صبا واطربت عيسى هذا العيس بالنعم والال والصحب ثم التابعين لهم اهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم